وهذا محاولة يعني الاصطفافات الجديدة. زين، شنو هدفها وليش؟ هل استعداد المجالس المحافظات لو نصدق الحكي انه نقطتين او نقطتين انطيني اياهم بعدين اسال السؤال الاخر. واحده منهن استعدادات لمجالس المحافظات، والثانيه الاخرى بتقديري هي استعراض قوه. المن استعراض قوه؟ استعراض قوه. المن استعراض كل المفاصيل من الثلاثه اللي ذكرتها يحاول يكون عند القرار السني ويكون الاقوى ويقول انا الاقوى. انا بتقديري هي جزء من استعراض القوه، يا هو اللي يجمع اكثر. احنا تعودنا انه خلاص صاحب المنصب الاكبر المخصص للسنه حسب المحاصصه المقيته اللي دمرتنا يكون هو الزعيم. يعني هاي اذا ما عنده مقومات، فكيف اذا عنده مقومات وشاب وحريك وكذا ويصير زعيم واكو من هو بظهره ويسنده وعنده عرابين وما عاف عرابه الاصلي؟ يعني من يزاحمه بعد السيد الحلبوسي؟ مبروك.